انا شاب عندي 26 سنه وعندي اختين، واحده منهم متعلقه بيا جدا جدا وبتغير عليا قوي، وطبعا اكيد اخواتي هم اغلى حاجه في حياتي. ومشكلتي اني قعدت مع اخواتي ومامتي وقلت لهم ان انا قررت اخطب. ماما وافقت واختي الاولى، لكن التانية متعلقه بيا رفضت. علاقه ده وبتقنعني اني غير العلاقه رهيبه على بتقنعني اني سبت ان استنى لما يبقى عندها عندي 35 سنه كويس، هو 26 ما يعني هو خلاص عايز يخطب الراجل. ايه ده ان ده السن المناسب يعني ما تتجوزش قبل 35. وانتي كام سنه يا بطه؟ لا 16 ولا المشكله اني عارف انها غيرانه عليا جدا، ودايما تقولي انا مش هقدر استوعب ان في واحده ممكن تدخل في حياتك ومش هقدر اتعامل معاها. انا عايز اعرف هو ممكن يعمل هو ممكن يكون كلامها صح اني استنى شويه على الجواز؟ انا ظروفي كويسه جدا وتسمح لي ان اتجوز. لا طبعا فرجها على فيلم بتاع استاذ عادل امام عريس من جهه امنيه. ايوه يعني بص انا عندي تجربه قريبه، بنت كانت متعلقه جدا باخوها جدا وكانت غيرانه عليه جدا، بس هي خطيبته، هي دلوقتي مراته، خطيبته عرفت تكسبها وعرفت تصاحبها وما تخوفهاش انها بتبعد اخوها عنها. لما بتعوز اخوها بتلاقيه، يعني ما تحسش ان اخوها اتاخد. فكانت ذكيه جدا في التعامل انها ما تجرحهاش، وبقوا دلوقتي صحاب جدا مع بعض عشان تقدروا بس مشاعر الحموات. ايوه مالهم الحموات، ما انا حما. ايوه بس بالعكس انا عايزه ابني يبقى مبسوط. ما تفتحيش الجرح الله. عايزه اتفرج عليكي يا حما، حموت اتفرج عليكي يا حما. حما صعبه والله، هتكون حما كويسه جدا بس دلوقتي بس احساس مشاعر بقى بتاكلني، بتقطع من جوايا. لا عايزه اقول بس ايه يعني، طبعا لا ما تضيعش حياتك عشان اختك غيرانه عليك، يعني ما ينفعش لو انت لقيت الانسان المناسبه وخلاص. ده 26 سنه، انا حسام متجوز 22. لا هو 26 ما تقولش سنه ونص تتجوز على 28. لا سنه مناسب جدا، يعني مناسب جدا طالما انت امكانياتك تسمح. صح. ما تقفلش على حياتك، وانت حاول تسايس اختك وتاخدها على قد عقلها كده شويه، وتبقى منبه البنت اللي هتخطبها انها تسايسها وتحاول تتصاحب عليها عشان نفسيا البنت ما تتهزش بس. لكن ده كل الحكايه. احساس ان قال يعني هي اللي ليها كلمه. لا مش قوي كده عشان ما تزودهاش. انا بقول اديها احساس. يعني ايه تعالي معايا نروح نشوفها، ايه رايك فيها؟ في الاول بتحبك قوي، الجو الناعم اللي قيمتها يعني. يعني ما حسسهاش انه بعد عنها. بس انت اخ جميل وزي العسل قوي قوي عشان اخواتك البنات يبقوا متعلقين بيك كده ومرتبطين بيك كده، وعشان انت تبقى مقدر، وعشان تهتم انك تبعد عشان تعرف انت ماشي صح ولا لا. يعني انت راجل جميل وربنا يا رب يبارك لك. وحنين اكيد، شكله حنين يعني.